السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتوا شايفين الحاجة اللي أنا هعملها؟ هعمل لكم النهاردة حاجة حلوة بإذن رب العالمين، حاجة كلنا بنحبها، هي دسمة بس بتبقى أفضل في الشتاء. اللي أنا هعمله معاكم النهاردة إن شاء رب العالمين حبيبتنا أم علي. دي أم علي كنت انا جايباها في المشتريات، وان شاء الله هنزل لكم محتوى المشتريات اللي انا اشتريته، وممكن تستغني عنها لو عندك مثلا زي ما انا عملت فطير، بقايا الفطير عندك، جلاش عندك، مش لازم العجينة بتاعتها، مش لازم تكلفي نفسك، ممكن تمشيها اي حاجة عندك برقاق حتى كمان تمشي معاكي. هقول لكم تكاية يعني معرفتي بيها، ويا رب الفكرة تعجبكم وكلكم تعملوها ان شاء رب العالمين. هعمل معاكم، هشوف الطواجن بتاعتي هتاخد كام. معانا كيس فانيليا، معانا كوباية سكر، معانا حوالي يعني 200 جرام زبدة، ومعايا برضو زبيب، ومعايا سوداني، ده اللي متوفر عندي. ممكن يكون عندك انتي جوز هند، مفيش مشكلة، ممكن يمشي معاكي الحاجة اللي انتي بتحبها. كل المكسرات ممكن تحطيها عليها، ومعانا برضو الطواجن اللي هنعملها، وكمان معانا كيلو لبن مغلي اهو، كيلو لبن لسه مغلي. هنحط فيه الزبدة بتاعتنا اول حاجة. الاول هنحط السكر اهي، نحط السكر ماشي. اوريكم هنعمل ايه. اول حاجة هنزل على اللبن ان شاء الله بالسكر. السكر ده على حسب رغبتك، ممكن تحطي كوباية، ممكن تحطي اقل، الناس اللي بتحب الحاجة معسلة شوية. ومعايا كيس الفانيليا برضه اهو، هنبدأ نقلبه كويس اهو، نقلبه كويس. لتر لبن على حسب ما تاخد منك، لتر لبن على حسب ما تاخد منك. واللبن هو سخن كده ما تتردديش، هتنزلي بالزبدة بتاعتك بتديها طعم وجمال وريحة حلو. انت ممكن تحطي الزبدة كلها، ممكن ما تحطهاش كمان، اللي يعجبك يعني، اللي متوفر عندك اعمليه. طبعا هي لوحدها هتفك لان اللبن لسه مغلي او لسه سخن. هقلبه تقلبتين كده وناخده بقى على جنب كده على ما يفك. هنعمل ايه بقى؟ هنفتح الكيس بتاعنا اهو ان شاء الله. اهوت معاكم هنحط بقى ايه العجينة بتاعتها على حسب ما تاخد حضرتك. عايزة تعملي كتير، عندي كذا طاجن مفيش مشكلة. انا هعمل كمية صغيرة علشان انا ايه بحب الحاجة صفحة واول باول. اعملي حساب ان انت لسه هتحطي اللبن، ممكن تعملي الكيس كله لو انتي ايه هيتبقى منك حاجة، ممكن تعملي الكيس كله. في طاجن كمان اهو، جميلة في البرد اللي احنا فيه كده. احنا حطينا الاطباق بتاعتنا اهي، هما جم معايا الكيس عملولي 5. هبدأ بقى احط السوداني بتاعي على حسب ما انت حضرتك عايزة بقى المكسرات بتاعتك. لو عندك جوز هند شغال مش هتقول لأ، وجربي مش هتخسري اي حاجة. الطريقة بتاعتي دي اسهل طريقة لأم علي، اسهل طريقة للناس اللي لسه داخلة المطبخ جديد، اسهل طريقة خالص، مكوناتها من البيت مش هتكلفك اي حاجة. انا بحب السوداني جدا، حطيتها كلها سوداني. طبعا اللي حابب يحط زبيب
مفيش مشكلة، بس انا مش بنحبه قوي لان مش متوفر عندي حاليا دلوقتي جوز هند. لحضرتك حباه بقى تحطي ايه تاني، ده اختيار حضرتك. والبنات الحلوه اللي لسه داخله المطبخ اللي شايفاهم في التعليقات حلوين منورين، تسلموا يا رب، ربنا يبارك لكم. وكل اللي دخل وعمل لي تعليق والله والله بشكره من قلبي. انا دلوقتي عشان ما اخرجش بره الموضوع اللي انا بتكلم فيه، ان انا حطيت المحتوى بتاعي اهو، وحطيت المكسرات بتاعتي. هبدأ احط دلوقتي ايه اللي انا عملته دلوقتي. طبعا الزبدة بتاعتي فكت اهي، فكت خالص، وعليها السكر بتاعي. هسقيها بقى، هبدأ اسقيها مع حضراتكم. الزبدة دي بقى هتخلي لها طعم تاني خالص. انت هتسقيها كده وهتستني عليها شوية لانها هتشرب، كل ما تشرب منك اديها اديها، مش هتقولي لها لا. انا كده سقيتها كلها اهو، هشوف هتعمل ايه، اسيبها شوية تشرب، وبعد ما تشرب طبعا هرجع لكم واقول لكم ايه تاني اللي ممكن احنا نعمله. ورجعت تاني مع حضراتكم. المفروض ان انا حطيتها دلوقتي تبرد شوية لغاية ما انا اعمل الكريم شانتيه. كريم شانتيه ده هعمله ازاي؟ معايا دلوقتي معلقة جيلاتين، معلقة واحدة بس، معايا يعني كل الكوبايات اللي انا هستعملها كوبايات صغيرة بنفس الحجم بنفس المقاس، ماشي. معانا دي كريم شانتيه اهي، هحطها هنا دلوقتي، ودي برضو نفس المعيار، عفوا، سكر بودرة اهي، ودي معلقة، دي كوباية مية مثلجة، ودي معانا برضو نص كوباية نفس المعيار ده بالظبط، لبن مسلك، لبن مسلك اهي. احنا حطيناها دلوقتي، هنحاول نضيف بقى معلقة الجيلاتين معانا اهو، هنحطها على ايه، المية المسلجة. ناخد بس حوالي التلج بتاعها يفك، التلج بتاعها احطه هنا على الكريم شانتيه، ودي شوية مية بس هنفككها بيها، بس مش اكتر من كده. هقلبها كويس على ما انا اعمل الكريم شانتيه. دي معلقة جيلاتين زي ما انا قلت، اركنها بقى دلوقتي معايا اهي على ما تفك. الكوباية دي خلاص مش عايزاها، المية المثلجة كمان مش عايزاها. ومعانا بقى المضرب بتاعنا، هنشتغل بقى دلوقتي اهو، هحاول ان انا اضربها. عفوا عشان الصوت، عفوا. انا بقى هكملها مع نفسي كده وارجع لكم تاني. لما هي فكت دلوقتي، احنا هننزل دلوقتي كمان معانا كيس فانيليا كمان، يدي ريحة حلوة للكريمة اهو. كيس كله هتحطيه كله، وبعد كده نفتح. استحملوا الصوت بقى، هنزلها بس تقريبا كويسة كده الفانيليا، وهنزل تدريجي بالجيلاتين.
خلصتها دلوقتي، بس فايدة الجيلاتين زي المحلات بالظبط، مش اكتر من كده. انا هعمل ايه بقى؟ هشيل المضرب السلك بتاعي والكريمة بتاعتي اهي بالظبط، وان شاء الله باذن رب العالمين تبقى جميلة وطعمها حلو، ويا ريتكم موجودين تشوفوها وتاكلوها كمان اهي. هعمل ايه بقى؟ الجيلاتين ده تاني مرة بقول، الجيلاتين ده فايدته ان هو بيخلي قوامها زي اللي بره بالظبط، زي المحلات. هعمل ايه بقى؟ هحط على الوش كده، دي اللي هتديها اللون الاحمر الجميل. الكريمة طبعا بتتحط في التلاجة، بس انا دلوقتي هدخل اصلا ام علي الفرن، فمش مستحملة ان انا ادخلها التلاجة، يعني كده كده هتعامل معاها في فرن سخن. وهخلص انا بقى الكمية بتاعتي كلها وارجع لكم تاني. دلوقتي الحمد لله خلصنا الكمية بتاعتنا، وهو برضه فاض مني كريمة دلوقتي، مش مشكلة انا هعملها، او عايزاها في حاجة تانية بس عشان مصداقية. يعني انا عاملة يعتبر 5، انتي بقى حضرتك هتزودي نفس الكمية ونفس التكات، مفيش مشكلة. بس ام علي اللي يقولك بأي طريقة تانية، هي كل العجينة اللي هي الملفيه، يا اما تعملي الفطير اللي انا كنت عاملاه قبل كده، اللي هو اي فطير، اي بقايا جلاش عندك، اي بقايا اي حاجة بتستعمليها في المطبخ ممكن تمشي نفسك. في تكة بقى بسيطة انا هعملها لكم، والله حابين تعملوها مفيش مشكلة، بس بتدي شكل وطعم حلو. دي معلقة سكر بودرة، ماشي؟ انت بتبقى مظبطة سكرك وتبقى عارفة السكر اللي انت بتحبيه ايه، للجماعة اللي بيحبوا السكر عالي واللي بيحبوا السكر اقل. هتاخدي شوية كده، انا غاسلة ايدي، بصي بقى هتخلي حمرها ما يعني مفيش بعد ذلك. الكريمة اللي انت حطيتيها حسب رغبتك انت، ماشي؟ واولا واحنا بنشتغل كده طبعا ما ننساش ان احنا نشغل الفرن بتاعنا، ولما نشغل الفرن يكون فرن سخن قوي، وحضرتك تحطي الطواجن دي في حاجه افضل، لانها هتبدا تغلي. لو انت مزوده كميه اللبن هتفور منك او حاجه، فانت تعملي حسابك تحطيها في صينيه عشان ما تبوظلكيش الفرن، والفرن بتاعك يكون سخن قوي قوي قوي. وانا هوريها لكم هي بتستوي برده في الفرن، وهرجع لكم تاني، وجربي مش هتخسري اي حاجة. انا حطيتها في صينية اهو، حطيت فيها مية عشان حضرتك لو حطيتيها في الفرن، او البنات الحلوين اللي بيشوفوني وما يعرفوش المعلومة دي، انا زيكم وقعت في غلط قبل كده، حطيت فيها مية، المية دي للصينية، ويفضل تكون ألمونيا احسن، لانها بتوزع الحرارة. كل اللي احنا هنعمله ان هي ما تنشفش، لان لو حطيناها في الفرن كده في الطاجن لوحدها هتنشف منك وهتبقى مش حلو. دي هتحطيها في الصينية كده هتبقى افضل. انا هدخلها حالا الفرن على فرن سخن، وهوريها لكم ان شاء رب العالمين وهي في الفرن، وبرضو استنوني. انا حطيتها اهو، حطيتها في الفرن، شغلت الشواية من فوق والفرن اصلا سخن. هسيبها دلوقتي في الفرن وارجع ابص عليها تاني وارجع لكم تاني. ورجعت تاني الحمد لله بعد ما استوت اهيت وبقت جميلة والحمد لله. هتشوفوها دلوقتي وهتبقى، احنا بنحب لونها احمر كده، حضرتك عايزة تخليها اقل شوية مفيش مشكلة، بس الوش لما بيكون احمر بيبقى كويس. ويا رب كده بألف هنا وشفا على قلبكم، ونورتوا المطبخ، ودعوة حلوة منكم، وما تنسوش يا رب كده تبقوا منوريني دايما. والسلام عليكم كل اصدقاء القناة.